الرحيم. الحقيقة القصص اللي أنا سمعتها دلوقتي توجع القلب، تبين إن في خلل في المجتمع. الجيل الحالي اللي إحنا عايشين فيه ده يختلف عن الجيل اللي أنا عشته. أنا ما كنتش أحلم أبداً إن أنا أسمع قصص مأساوية زي هذه القصص. أنا عمري ما سمعت في جيلي حاجة اسمها ولاية تعليمية. ما سمعتهاش. ما سمعتش إن الأب لما يطلق يهرب من النفقة. لأن كان في طين، كان في كبير العيلة، كان في خوف من الله. كان بيجي كبير العيلة يقول له تعال إزاي يا ابني ما تصرفش على لحمة؟ ده لحمة. إزاي الغريب يصرف عليه؟ أود وشي فين؟ ويجبره إنه لازم يصرف على أولاده. الجيل الحالي اللي أنا شايفه الجدع اللي يهرب من النفقة. الجدع اللي يخفي دخله. وللأسف لما بروح أشوف في الرؤية اللي بيقولوا الثلاث ساعات مش كفاية، يا ريت يستغل الثلاث ساعات مع أولاده. بيسيبهم زي ما الأخت قالت، وده بنشوفها بعينينا، وبيقعد يعمل حلقة مع بقية الآباء ويتفننوا انت عملت ايه؟ لا ده انت ترفع دعوة كذا، وانت لا ده انت توريها كذا، لا ده انت تعمل للأسف. ويسيب الولاد وملوش دعوة بالولاد، ويجي يتباكى ويقول الثلاث ساعات مش كفاية، بالرغم ان هو لو جه بيجي مثلا اخر ربع ساعة ويجي مرة ويبطل 10، لأن القانون الحالي لا يحاسبه، بيعتبره إن هو صاحب حق ومتنازل عنه. بينما الحاضنة لو تخلفت ثلاث مرات في السنة متصلة أو منفصلة تسقط على الحضانة. هل هذا هو العدل؟ ومع هذا مش عاجبهم. وتشوفوه في الفضائيات يتباكى، بقالي 4 سنين ما شفتش ولادي. بقالي 6 سنين ما شفتش ولادي. وهي لو تخلفت 3 مرات في السنة يطلع الجو بارد، يطلع الجو حر، تطلع هي مريضة، يطلع أبوها مات. أيا كان لا رحمة ليها 3 مرات بس ويسقط عنها الحضانة. فللأسف في خلل شديد في المجتمع يبين مدى المعاناة اللي احنا عايشينها. ده يبين ان ما زالت الفجوه كبيره جدا ما بين الست وبين الراجل حاليا. يبقى مهمتنا المحافظه على المكتسبات، مش عايز اقول مكتسبات، الحقوق السابقه. ده حق شرعي وقانوني ليك نحافظ عليه، ثم نسعى جاهدين بكل قوه للحصول على باقي الحقوق مهما كلفنا. وإذا ما كناش هنقف إيد واحدة ونتعاون لمواجهة هذه الهجمة الشرسة اللي بيدعوا فيها إن المرأة خدت وإن القوانين دي قوانين سوزانية زي ما يكون. طب ما تبص للدول اللي حوالينا، ما تبص لتونس، بص للمغرب. اللي يقرأ المجلة التونسية أو المدونة المغربية يحس بالفرق. يقدر يهرب من النفقة، هو ما منعش تعدد الزوجات. قال له عايز تتجوز مفيش مانع، بس قبل ما تتجوز الثانية تحط مبلغ في البنك يكفي للزوجة الأولى ولأولادها لحين المحكمة بتاعتها. أليس هذا هو العدل؟ احنا فين؟ اللي بيطالب بالاستضافة، هل المناظر اللي احنا سمعناها دلوقتي دي تسمح بالاستضافة؟ هو جايب الاستضافة من المجتمع. يا ريت جاب بقية القوانين أو بقية الأحوال الشخصية. المرأة في أوروبا لو طلقت بتاخد 50% من ممتلكات الزوج، حتى لو هي اللي طلبت الطلاق. لو قالت له أنا عايز أخلعك تاخد 50% من ممتلكاته. إحنا عندنا هنا بتدفع وبرضه مش عاجبه وبيطالب بإلغاء الخلع. أنا مش فاهم أنهي رجولة وأنهي شهامة هذه. واحدة بتقول لي أنا مش عايز أصطبح بخلقتك كل يوم الصبح.
ومش عايزه منك حاجه وما تدفعش وانا مليك وانا هديك من عندي. اقول لها لا غصب عنك لازم تعيش غصب عنك. هل هو ده العدل؟ هل الاسلام هل ده الاسلام اللي قاله الاسلام؟ ما احنا سمعنا الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام اني ما اعتب عليه في خلق ولا دين. الراجل زي الفل ما فيهوش عيب ولكني اكره كفرة الاسلام. يعني في لغه القرن ال21 يعني يا رسول الله الكيمياء بتاعتي مش ماشيه مع الكيمياء بتاعتك. طب اعمل ايه؟ اروح فين؟ اكبرها؟ قال لها لا غصب عنك. فقال لا اتردين علي حقيقته؟ قالت نعم بل ازيد. قال لا اما الزياده فلا. اقبل الحقيقه وطبقها. النهارده مش عاجبهم الخلق. ده اصرار لمحاوله اذلال المرأة بشتى الطرق. وبعدين عايز اغير من رؤيه الى استضافه. الاستضافه دي من المجتمع الاوروبي. لو تجاوز الزوج ضد الطفل او ضد المراه في رقم تليفون بتطلب 999 بتيجي الشرطه على طول وتحقق. لقيته غلطان بتاخد عليه اقرار. دايره نصف قطرها نص ميل. ما تقربش من البيت وتحط له حلقه حديد في ايده. لو قرب عن النص ميل الحلقه دي بتعمل الارم في الشرطه بتيجي فورا تقبض عليه وتحطه في السجن. احنا عندنا احد الاباء اثناء الرؤيه العاديه في نادي الطيران خطف ولاده الثلاثه وطلع بيهم على مطار الغردقه وركبوا الطياره مع مراته الجديده. كان طالع من الغردقه الى شرم الشيخ الى باريس بدون عوده. ونجده الطفل نزلت الاطفال من على الطياره. رجعت منهم. لا في السجن ولا في التحفظ ومنطلق وموجود وكل اسبوع والتاني اسمعه في الفضائيات. ولادي فلس الكبدي بقالي 4 سنين ما شفتهمش. مراتي بتاخد الاولاد ضلع بشري ضدي ويتباكى. هذه الأم الحاضنة بعد ما استلمت ولادها ما نفذتش الرؤية في نادي الطيران. استنى عليها 3 مرات وراح رافع دعوة إسقاط حضانة عنها وعن أمها. شوف الافتراء عن الاثنين. أمها مش حاضنة ده هي الحاضنة. رفع عليهم هما الاثنين والقاضي جابها. ما تروحيش ليه؟ قالت له لأنه خطف ولادي. قال لها تروحي. قالت له هيخطفهم تاني. قال لها برضه. أجل قضية شهر. قال لها لو ما نفذتيش الرؤية هسقط عنك الحضانة. كانت النتيجة إنها راحت تعاقدت مع شركة أمن وحراسة بتجيب 2 أمن وحراسة كل أسبوع معاها في الرؤية عشان تحمي ولادها من الخطر. هذا الأب ليس جاهل وليس صنايعي ككابتن طيار مؤهل عالي بيشتغل في شركة طيران خاصة في الخليج مرتبه 10500 دولار. وتزوج من زوجة أخرى واخد عفشها واخد فلوسها ومحكوم عليه بالتزوير. ومع هذا منطلق محدش بيقدر فيه. نيجي نقول استضافة. أنا عايز أعرف هاخد الواد ويروح فين؟ هل النهارده من الاسلام ومن القانون ان انا انزع الطفل من حضن امه بالقوه الجبريه وهو عمال يصرخ ويصوت ويزعق ويرفض وبدون رغبته واخده اوديه حضن ثاني؟ هل هي دي الانسانيه؟ هل هي دي التربيه الحديثه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام خيره وقال له هذه امك وهذا ابوك فخذ بيد من شئت. وباجي النهارده انا بعد 14 قرن بقول لا ما اخدش راي الطفل. القانون 126 اللي صدر في شهر 6/2008 الماده الثالثه نص لحق الطفل وقال حق الطفل القادر في ابداء رايه والتعبير عنه والاستماع اليه في
في كل ما يتعلق بشؤونه الشخصية والاجتماعية والنفسية وغيرها، أو من ألغي القانون وألغي الشرع صالح به. بعد كده طب احنا عندنا المؤسسة الدينية، مجمع البحوث قال الاستضافة لا تجوز إلا بإذن الحاضر لفظ رأي المحضور. خلاص انتهى. ليه أنا بقى أطالب بتجنيب الشرع وتجنيب القانون؟ الحضانة للأم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جات له امرأة وقالت له يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني لها وعاء وحجر لها حواء وثدي له سطاء ويزعم أبوه أن ينتزعه مني، فقال لها صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكح. ما قالش حضانة مشتركة زي ما بيطالبوا دلوقتي حضانة مشتركة، قال الحضانة للأم ما لم تتزوج. فهل من العدل النهارده بعد 14 قرن إن أنا أسلب الأم الحاضنة حقها الشرعي والقانوني في الحضانة بالقوة الجبرية وأخذ ابنها غصب عنها؟ هل هو ده العدل؟ هل العدل إن أنا أجنب المؤسسة الدينية؟ طب أنا عندي الشرع وقال الشرع وقال مجمع البحوث الاستضافة لابد بموافقة الأم وموافقة الأب. أما الولاية التعليمية طب ما نشوف ايه اللي حصل، ايه اللي خلى المشرع يعدل في الولايه التعليميه؟ ما هي طول عمرها كانت مع الاب وما كانش فيه مشاكل. في عام 2006 صدرت احصائيه من وزاره العدل ملخصها ان لما بيحصل شقاق ما بين الزوج والزوجه ومجرد ما الام الحاضنه ترفع دعوى نفى في المحكمه 92% من الآباء بيرفع دعوى ولاية تعليمية، فلاقى الجيل هيضيع. وكان في أمثلة صارخة لا يصدقها عقل، أب عنده 3 ولاد دخل ولد مدرسة في حلوان والتاني مدرسة في المطرية والتالت في روض الفرج والحاضنة ساكنة في مصر الجديدة، هذا الأب حصل على دكتوراه من لندن وطريقته دكتوراه من لندن، لم تشفع له علمه ولا تربيته ولا أراقه إن هم يتكلوا قرايب إنه ينكد بيها. فلما قدمت التنازلات راح مراجع لها الولاد تاني. حاضنة دخلت ابنها ليسيه باب اللوم، حضراتكم عارفين عشان تدخل ابنك لسيه بابلو دي بتعمل ايه؟ ودفعت من جيبها 8000 جنيه. راح حضرته ساحب الدوسيه ومدخله مدرسة عبد العزيز آل سعود في مصر الجديدة ودفع له 35 جنيه. هل هو ده العدل؟ فده اللي خلى قصص كتيرة فظيعة. أنا مش عايز أضيع وقتكم. ده خلى المشرع يحمي الأطفال، فراح أصدر المادة 54، والمادة 54 ليست في صالح الأم وليست في صالح الأب، هي في صالح الطفل، لأن نصت أن الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وما سكتش، عشان يقيد المرأة برضه، قال إيه؟ وعند الخلاف على ما يحقق المصلحة الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ليصدر قراره مراعيا مدى يسار ولي الأمر. يعني حتى أنت يا حاضنة لو وديتيه مدرسة أعلى من إمكانيات الأب هتدفعي أنت الفلوس. أليس هذا هو العدل؟ يقوم النهاردة يجي طالب بإلغاء المادة 54 ولما بيتكلم في الفضائيات ما بيقولش المادة على بعضها، بيقول الولاية التعليمية على الطفل الحاضر ويسكت. وبيهيج الأمور وهيج الرأي العام. كل ده محاولات للحصول على وسائل للضغط على الحاضنة لتقديم تنازلات، هو كله عايز تنازلات.